نحن في قسم الأوعية الدموية. جراحة الأوعية الدموية يعنى بكل الحالات التي تتعلق بمشاكل الشرايين والأوردة والأوعية الليمفاوية. نستقبل أكثر الحالات الحادة التي تردنا من الإسعاف ومن حوادث الطرق. خاصة يأتي المريض إلينا عنده جروح عميقة جدا تتطلب الإنعاش فورا. الوقت بالنسبة لنا سبحان الله إن لم تقطعه قطعك، وبالتالي يجب أن يتم إسعاف المريض في أقرب وفي أسرع وقت ممكن. لدينا 7 من الأطباء الجراحين ذو كفاءة عالية، جميعنا نعمل في مصلحة المريض، مستعدون للتعاون معا في علاج وفي العمليات وفي العناية المركزة لإنقاذ جميع أنواع الحالات التي ترد إلينا في مستشفى راشد.